الدعوة لهم هو الحرية والتغيير وتجمع المعنيين بتضامن مع قضاء الشعب السوداني حتى إصغاد ما تبقى من نظام الجبهة الإسلامية المتمثل في المجلس العسكري المتماطل ما زال بيتماطل عن تسليم السلطة لحكومة مدنية. ما زال المجلس العسكري بيتماطل عشان ما يوصل الحكومة المدنية لأحضان الشعب السوداني الناضل بظل 30 سنة من الجوع والقهر والدمار. نحن الآن وثوار مدينة الأبيض طفنا كل وزارات الولاية، كنا جايين من وزارة التربية والتعليم، والآن كل الناس ممكن تصور لهم اللافتة، الجهاز الغذائي ولاية شمال كردفان، مجمع محاكم مدينة الأبيض، السلطة الغذائية، والثورة ما زالت مستمرة. نحن ثورتنا دي اللي تجيب حكومة مدنية، وبنقول اختصارا للكلام يا مجلس يا عسكري سلم الحكومة لحكومة مدنية. الشعب السوداني قال كلمته وما بيتراجع ومستعد انه يطلع الشوارع طيلة الايام الى ان تأتي حكومة مدنية، وكلامنا ده كلام يعني نهائي وما منه اي مراجعة. وهنا عبركم نحيي ارواح الشهداء سقطوا في كل الثورات من حبة سبتمبر المجيدة، وكل شهداء الثورة السودانية من ابتداء فجر التاريخ في هذه البلاد التي قدمت وما زالت تقدم دروسا للشعوب وللدول في سبل التعبير السلمي واسقاط الدكتاتوريات. احنا كشعب سوداني اسقطنا اكثر من دكتاتور، والان سنسقط كل الدكتاتوريات الا ان ناتي بحكومه مدنيه، وما في تراجع. بنقول حريه حريه، حكومه مدنيه، الدم قصاد الدم، ما بتنفع الديه، يا حكومه مدنيه يا ثوره ابديه، يا حكومه مدنيه يا صبه ابديه. محمد وداعا من ضمن الثوار الراجعين جدا جدا في مدينة الأبيض. يعني يا جماعة أمام الغضايا، أمام الغضايا. مجلس كذاب الحل بشنو؟ الحل إضراب. مجلس كذاب الحل بشنو؟ الحل إضراب. جماعة الناس ما عارفة إنه الموكب ده اسمه موكب
الإضراب. الموكب ده مهمتي إنه الشباب يلفوا على جميع المؤسسات وجميع الشركات وجميع الأسواق إنه يوعوا الناس بالإضراب، عندهم مناشير وحتى العربات في الشارع، يعني يوعوا الناس. يا ود ما كده التخاطر ما إنه شغلة الناس توزع مناشير. يا جماعة أنا كده أمشي لكم بسرعة بين الناس الغضائية، شايفين يا جماعة بشرطتهم بشرطتهم يا جماعة الناس الغضائية كل واقفين معاك. دين الناس الغضائية دين يا جماعة الغضائية الغضائية بشرطتهم دين الغضائية. أيوة دين الغضائية. دمر كوز الكتل الطالب، انا مضرب، انا ليا مطالب.
الطارق القدر الطارق لما القاد القدر الطارق انا مضرب على لي مطارق انا مضرب على لي مطارق كيما حكمت الحكم المدني كيما حكمت الحكم المدني لما القاد القدر الطارق لما القاد القدر الطارق انا مضرب على لي مطارق انا مضرب على لي مطارق كيما حكمت الحكم المدني كيما حكمت الحكم المدني لما القاد القدر الطارق لما القاد القدر الطارق أنا طبيبة صفاء عيسى محمد عبوش نائب اختصاصي جراحة الأطفال مضربة عن العمل لحين تسلم هسه مبدئيا اليومين أعلنت قوى التغيير نحن مضربين طبعا الأطباء كلهم مضربين من ديسمبر المنصرم هسه الإضراب ده مع باقي القطاعات كلها إن شاء الله وده تحضير للعصيان المدني لحد ما تحقق مصالح الشعب السوداني وتسليم الحكومة المدنية. المدني كيف حكمت الحكم المدني